الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى راح نأخذ درس جديد بعنوان قوى الشد في الحبال والخيوط، وعندنا أيضا القوى العمودية. حياك الله يا سلام، وحياك الله يا أمل. يا سامعيني تعطوني رقم واحد، حياكم الله جميعا. طيب، إذا درسنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هو درس سهل جدا، يتكلم عن قوة الشد في الحبال والخيوط وكذلك القوة العمودية. أحب أن أشكر معد هذا الدرس الأستاذ الفاضل محمد العامري، معكم مقدم هذا الدرس الأستاذ زاهر البارد. هدفنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى راح نحاول أن نتعرف على هدفين. الهدف الأول الذي سوف نحاول أن نحققه هو القوة العمودية. إذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بنحاول أن ناخذ القوة العمودية ونعرف ما هي القوة العمودية. كذلك في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى راح نحاول أن نحدد مقدار القوة العمودية من خلال تطبيق قانون نيوتن الثاني. إذا راح نحاول أن نحدد مقدار القوة العمودية من خلال تطبيق قانون نيوتن الثاني. إذا انضموا معي في هذه الرحلة البسيطة، وبإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون جدا سهلة. الصاروخ، الصورة اللي أنتم شايفينها هذه يا شباب، هذا الصاروخ يطلق بقوة عمودية نحو ماذا؟ نحو الفضاء. طيب، ما هي القوة التي تجعل الصاروخ ينطلق إلى الأعلى؟ أحد يقدر يقول لي؟ خلينا نشوف، ما هي القوة التي جعلت الصاروخ ينطلق إلى الفضاء؟ الدفع. طيب جميل، جميل جدا. عمل تقول الدفع، ريان يقول الجاذبية. كيف ريان الجاذبية؟ الجاذبية اتجاهها إلى وين؟ إلى الأعلى أو إلى الأسفل؟ إلى الأسفل، تمام؟ الجاذبية بتحاول أنها تمنع الصاروخ من أنه ينطلق إلى الأعلى، فإذا هي قوة معيقة للجاذبية وليست قوة دفع زي ما قالوا زملائك. إذا عندي هنا قوة جعلت الصاروخ ينطلق إلى الأعلى، وهي الفعل ورد الفعل. ولكن يهمني هنا خلاص في انطلاق الصاروخ هذا الذي أمامك، تمام؟ أحسنت يا هدى، أحسنت، بارك الله فيك. الذي يهمني هنا في انطلاق الصاروخ أنه انطلق بشكل ماذا؟ بشكل عمودي. طبعا اندفاع الغازات بالشكل القوي هذا، اندفاعها إلى الأسفل زي ما أنتم شايفين، هذا اندفاع هذه الغازات واندفاعها إلى وين؟ إلى الأسفل، تمام؟ في نفس الوقت الصاروخ هذا اندفع إلى وين؟ إلى الأعلى. إذا عندي هنا فعل وعندي أيضا رد فعل، واللي يهمني في الكلام هذا كله اللي هو قوة الدفع العمودية إلى الأعلى. إذا عندي الصاروخ يطلق بقوة عمودية نحو ماذا؟ نحو الفضاء الخارجي. طيب، الطائرة التي أمامكم هذه تسمى الطائرات من هذا النوع بالطائرات العمودية، فهل تملك تفسيرا لمسماها؟ هاي شوف، ليش سموها بالطائرات العمودية؟ من يقول لي ليش؟ لماذا سميت الطائرات هذه؟ احنا نسميها هليكوبتر أحيانا، تمام؟ لكن يسمى أيضا بالطائرات العمودية، فمن يقول لي ليش؟ لأنها تملك قوة دفع. طيب، ها، أحد ثاني؟ هدى، ريان، إسلام، أمل. ممتاز، لأنها هي باستطاعتها أن تنطلق في اتجاه ماذا؟ بشكل ماذا؟ ممتاز يا ريان، أحسنت. لأن باستطاعتها أن تنطلق باتجاه عمودي، تمام؟ بإمكانها أن تنطلق في بداية انطلاقها أن تكون إيش؟ انطلاقها عمودياً إلى الأعلى، ثم بعد ذلك تسير للأمام. إذا هذه سميت بالعمودية لأنها في بداية انطلاقها تكون إلى وين؟ انطلاقها عمودية، ثم تبدأ بعد ذلك تنطلق إلى الأمام. ممتاز جدا. إذا الآن احنا فاهمين ليش سميت الهليكوبتر الآن هذه، تمام، بالطائرات العمودية. طيب، جميل جدا، جميل. الكلام هذا كله راح يوصلني إلى مفهوم جديد. الكلام هذا كله راح يوصلني بإذن الله إلى مفهوم جديد، خليكم معي. شايفين الدلو هذا؟ الدلو هذا مربوط ماذا؟ مربوط بخيط. ايش تلاحظون؟ ايش الشيء الغريب في الرسمة التي أمامك؟
ماشي بقى، الرسمة هذه مربوط بخيط، ايش الشيء الغريب فيه؟ الخيط ليس مقطوع يا عمد، أحسنتي، ملاحظة جميلة مرة مرة يا عمد، صحيح، ممتاز، لكنه ليس مقطوع بل هو على وشك الانقطاع، تمام؟ على وشك الانقطاع، طيب جميل جدا. في رأيكم ايش هو اللي لا زال يمسك الحبل هنا؟ الآن أنا عندي ايش؟ قوتي شد وليست واحدة، تمام؟ الآن عندي قوتي شد، القوة الأولى وهي قوة ايش؟ قوة شد الجزء السفلي من الحبل إلى وين؟ وبفعل وزن الدلو إلى وين؟ إلى الأسفل، تمام؟ إذا عندي قوة شد الحبل هذه بيحاول إنه يمسك الجزء الثاني منه من العلوي ويكون شغله دائما إلى وين؟ إلى الأسفل، صح؟ الحبل الجزء هذا اللي عندي خلاص؟ الجزء السفلي هذا منه اتجاه شده إلى وين؟ إلى الأسفل، تمام؟ بينما الجزء العلوي يحاول انه يمسك الجزء السفلي ويشده الى وين؟ يا شباب ويشده الى الاعلى، تمام؟ ويشده الى الاعلى، ممتازين، يا سلام عليكم. هذه نقطة جدا 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 مهمة لازم تفهمونها كويس، تمام؟ عندي هنا منطقة انقطاع تقريبا، تمام؟ او شبه انقطاع. في الحالة هذه ما زال عندي قوة تمسك الدم. الجزء السفلي من الحبل خلاص يمسك الجزء العلوي ويشده الى وين؟ الى الاسفل بفعل وزن ايش؟ وزن الدلو. بينما الجزء العلوي يمسك الجزء السفلي ويشده الى ماذا؟ ويشده الى الاعلى. لو تلاحظون الرسمه هذه اللي هو سميناها احنا رسم الجسيم الحر، تمام؟ هذا هو. لاحظ معي خلاص ان الاف تي هنا مقسومه الى قسمين. الاول خلاص قوه الشد العلوي على السفلي واتجاهها الى الاعلى، العلوي اللي هو الجزء العلوي على السفلي بيحاول انه يشد الجزء السفلي من الحبل الى وين؟ الى الاعلى. القوه الثانيه في الشد اللي هي ماذا؟ قوه الشد السفلي على العلوي اللي هو الجزء السفلي بياثر على الجزء العلوي ويحاول انه يسحبه الى ماذا؟ الى الاسفل. وعندي بين هذه وهذه قوه ايش؟ الجاذبيه الارضيه، وعندي قوه الجاذبيه الارضيه. اذا لو تلاحظون انه المساله اللي مثل هذه جدا جدا جميله وذكيه جدا، الواحد المفروض انه يركز تمام في الرسم. احيانا نصف الاجابات اللي انتم تتوقعونها خلاص او اللي انتم تستنتجونها اوريدي من الرسمه التي امامك. في الرسمه التي امامي لو قال لي ارسم الجسيم الحر راح يكون بالشكل هذا، عندي قوتي شد، تمام؟ واحده تؤثر على الجزء السفلي من الحبل وتدفعه الى فوق، والثانيه هي السفلية وتمسك الجزء العلوي وتسحبه الى وين؟ تشده الى وين؟ الى الاسفل. بالاضافه الى قوه الجاذبيه الارضيه او وزن الدم. اذا قوه الشد في الحبال والخيوط هي القوه التي يؤثر بها الخيط او الحبل على ماذا؟ على جسم متصل به. اذا هذا هو تعريف لقوه الشد، هذا تعريف لماذا؟ لقوه الشد. طيب جميل جدا، فهمت هذه النقطة يا شباب؟ هل فهمت النقطة هذه؟ ممتاز، ممتاز جدا. طيب يا سلام عليكم. طيب خلونا ننتقل إلى السؤال التالي. عند تعليق دلو في حبل مثبت في سقف، فإن وزن الدلو لأسفل مساو لقوة الشد في الحبل لأعلى. ها يا شباب، إيش رأيكم؟ ها يا شباب، عند تعليق دلو خلاص في حبل، الحبل هذا مثبت في السقف، فإن وزن الدلو لأسفل مساوي لقوة الشد في الحبل لأعلى. تتوقعون صحيحة ولا خاطئة دي؟ هدى تقول صحيحة، وريان يقول إيه، ها؟ إسلام يقول نعم، أمل تقول بي. طيب يا أمل، ممتاز. أنا بسأل أمل، لو الحبل هذا انقطع يا أمل، إيش اللي راح يحصل؟ يا أمل معي يا أمل؟ لو الحبل انقطع ايش اللي راح يحصل؟ راح يسقط الدلو، صح؟ راح يسقط الدلو. طيب الحبل لسه منقطع ولسه مثبت بالسقف، معناته ايش؟
القوة متساوية، قوة أو وزن، وزن الدنو خلاص اللي هي قوة الجاذبية الأرضية للدنو إلى الأسفل تمام، مساوية تماما اللي هي الإف جي هذه تمام، مساوية تماما لقوة شد ايش؟ الحبل إلى الأعلى إف تي. متى ما أصبح هنالك خلل في التوازن راح ينقطع الحبل هذا. متى ما أصبح هنالك خلل في التوازن خلاص راح ينقطع الحبل هذا. طيب حتى أثبت لك يا عمي الكلام اللي أنا قاعد أقوله تمام؟ خليك معي في الشريحة التالية. طبعا الشريحة هذه تتكلم عن السرعة الحدية، وإحنا عرفنا من قبل السرعة الحدية بأنها تساوي ماذا؟ يا شباب الولد هذا لما قفز أصبح إيش اللي ينزله الأسفل؟ ما هي القوة التي تسحبه الأسفل؟ يا شباب قوة الجاذبية واتجاهها إلى وين؟ إلى الأسفل صح؟ الجاذبية اتجاهها إلى الأسفل، بينما القوة المعيقة اللي هي عندنا هنا وش هي؟ ما هي القوة المعيقة التي ترفع الآلة؟ الهواء، بينما القوة المعيقة إلى وين؟ إلى الأعلى. لما تتساوى عندي القوة المعيقة تمام؟ لما تتساوى عندي القوة المعيقة مع الجاذبية الأرضية يطلع لي عندي ايش؟ يطلع لي عندي شيء اسمه السرعة الحدية. يطلع عندنا السرعة الحدية وهذا أخذناها في الحصص الماضية تمام؟ السرعة الحدية هي عبارة عن تساوي للقوة المعيقة هنا اللي هي الهواء والاف جي اللي هو الجاذبية الأرضية، ونشوفها أحيانا لما يفتحون الباراشوت. لو تشوف قبل ما يفتح اللاعبين أو المظليين الباراشوت يكون نزوله ايش؟ بشكل غير مستوي، لكن أول ما يفتح الباراشوت تصبح سرعة ماذا؟ سرعة منتظمة ونسميها بالسرعة ماذا؟ بالسرعة الحدية، نسميها بالسرعة الحدية. طيب جميل جدا. أنا عندي سؤال هذا، والسؤال هذا من الأسئلة اللي صراحة نعتبره جدا جدا جميل، وهو إثبات للكلام اللي قلته الأمل قبل شوي تمام. فخليكم معي الله يرضى عليكم. أولا في السؤال هذا يقول لك يرفع الدلو كتلته 50 أو يرفع الدلو كتلته كم؟ 50 كيلو جرام. إذا أعطاني هنا ماذا؟ هاي شباب وش اللي أعطاني؟ أعطاني الكتلة M بأنها تساوي كم؟ 50 كيلو جرام. 50 ماذا؟ كيلو جرام. ممتاز. بحبل يستطيع تحمل قوة شد مقدارها كم؟ 525 نيوتن. إذا هذه هي قوة شد ماذا؟ الحبل. أنا عندي دلو خلاص، نفرض أن هذا هو الدلو وعندي حبل، والحبل هذا جالس ايش؟ يرفع إلى الأعلى. يرفع إلى ماذا؟ إلى الأعلى. بينما وزن الدلو متجه إلى وين؟ إلى الأسفل تمام؟ طيب الحبل هذا يتحمل قوة مقدارها كم؟ 525. لو زادت القوة عن 525 الحبل هذا ينقطع. طيب كيف أعرف أنا؟ خليكم معي. إذا أعطاني هنا أيضا ايش؟ قوة شد للحبل للأعلى مقدارها كم؟ 525. إذا قوة الشد رمزناها برمز ايش يا شباب؟ تذكرون؟ ها شباب اف تي تمام؟ اف تي و 525 نيوتن. طيب جميل جدا. يبدا الدلو حركته من وين؟ من السكون. لاحظوا يا شباب لاحظوا تمام خلاص؟ يبدا الدلو حركته من السكون. ايش معناته؟ معناته ان سرعته الابتدائيه بكم؟ ها شباب سرعته الابتدائيه بصفر متر لكل ثانيه. وايضا عندي شيء ثاني، ها ازاحته الابتدائيه ايضا بكم؟ بكم؟ بصفر. ممتازين، بصفر متر. طيب من السكون وعندما كان على ارتفاع 3 متر، اذا اعطاني ايش؟ الازاحه النهائيه اللي هي الدي اف. اذا الدي اف عندي هنا بكم؟ ب3 متر. يا سلام عليكم، ب3 ايش؟ ب3 متر. كانت سرعته 3 متر لكل ثانية. إذا هذه السرعة سرعة ماذا؟ ها شباب السرعة هذه تعتبر السرعة، السرعة ايش؟ النهائية. هذه نعتبرها هي السرعة النهائية. يقولون هنا ما في مجال لكن نكتبها هنا السرعة النهائية، راح اكتبها هنا يا شباب
السرعة النهائية VF بتساوي لنا كم؟ 3 متر لكل ثانية، 3 متر لكل ثانية. طيب جميل جدا. إذا أنا الآن طلعت إيش؟ طلعت كل المعطيات. السؤال هنا يقول لك فهل هنالك احتمال أن ينقطع الحبل؟ فهل هنالك احتمال أن ينقطع الحبل؟ طيب خليكم معي. الآن قوة الشد اللي يتحملها الحبل كم هو؟ 525 نيوتن، تمام؟ 525 نيوتن، هذه قوة تحمل الحبل. طيب إذا أنا راح أبدأ الآن حسب المعطيات اللي أعطاني إياها، راح أبدأ أحسب اف تي. لازم اني احسب ماذا؟ اف تي، تمام؟ طيب اف تي هذه كيف انا احسبها؟ انا بحسب اف تي، اذا طلعت اف تي اقل من 525 معناته ايش؟ ما راح ينقطع. لو طلعت الاف تي عندي اكثر من 525 معناته ايش؟ راح يطلع. طيب اف تي هذه كيف نجيبها؟ الاف تي هذه يا شباب لها قانون. احنا القوة أول شيء اللي موجودة عندي لازم أني أوجد القوة المحصلة، تمام؟ اف المحصلة. هاي يا شباب اف المحصلة ايش تساوي؟ راح تساوي لنا اف المحصلة اللي هي قوة شد الحبل للأعلى، خلاص؟ قوة شد ايش؟ الحبل للأعلى اف تي مضافا إليها ماذا؟ هاي يا شباب مضافا إليها اف جي اللي هي وزنه لوين؟ لأسفل. لكن اف جي عندي هنا راح تكون ماذا؟ بالسالب. طيب تعال نشوف، انا لو اخذت هذه وديتها للطرف الثاني، تمام؟ ايش بيطلع عندي؟ بيطلع عندي ان الاف تي ايش يساوي؟ هاي شباب الاف تي ايش يساوي؟ راح تساوي لنا اف المحصله مضافا اليها اف جي. طيب جميل جدا، تعال نشوف بنرتبها، بنرتب الآن المسألة فقط. اف المحصلة احنا أخذناها قبل كذا وهي تساوي لنا ماذا؟ ام من قانون نيوتن الثاني في ماذا؟ في A، صح؟ زائدا الاف جي راح تساوي لنا ام في ماذا؟ في الجاذبية الأرضية. في الجاذبية الأرضية. إذا لو أنا رتبتها أكثر من كذا راح يكون عندي الام باخذه عامل مشترك، بيبقى عندي هنا في الحد الأول اللي هو التسارع A زائدا ماذا؟ زائدا في الحد الثاني راح يكون ايش؟ الجي. يا سلام عليكم، ممتازين، ممتاز يا اسلام. طيب خليكم معي كويس يا شباب. الان هذا هو الاف تي اللي المفروض اني اجيبه حتى اشوف هل الحبل بيتحمل 525 اكثر اقل. الان راح نشوف. الام هذه موجوده عندي، صح؟ معطيني اياها ب 50. والجي موجود عندي ب 9. كم؟ 8 من 10. لكن التسارع هذا غير موجود. التسارع هذا غير موجود، طيب كيف استطيع اني اوجد التسارع؟ التسارع هذا نوجد يا شباب من قانون او من قوانين الحركه، اذا تذكرون القانون اللي يقول ايش؟ اللي يقول في اف تربيع، تمام؟ يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا في اي تربيع زائدا 2 دي عفوا 2 اي معذره، يساوي لنا كم؟ 2، خلونا نمسح هذه معذرة، يساوي لنا كم؟ 2، راح يساوي لنا 2 اي في دي اف. طيب ممتاز جدا. الآن البي اف هل هي موجودة عندي يا شباب؟ من ضمن المعطيات؟ هل البي اف موجود عندي؟ ها شباب؟ نعم، البي اي موجود عندي؟ أيضا موجود عندي، والقيمة كم؟ الصفر. طيب الـ A هذا هو المطلوب اللي المفروض اني اجيبه حتى اعوض في القانون هذا. الـ DF ايضا موجود عندي، اذا استطيع اني اطلع الـ A. اذا الـ A بعملية رياضية بسيطة، خلاص؟ الـ A راح يساوي لنا ماذا؟ الـ A لو انا جيت عوضت راح يكون عندي بيساوي لي VF تربيع، خلاص؟ ناقصا الـ VI هذه لما اشيلها اوديها الطرف الثاني، لكن الـ VI هذه بصفر ما راح ايش؟ اهتم فيها كثير. من هنا اللي بيبقى عندي ايش؟ 2 دي اف. اذا هذا هو ايش؟ هذا هو قيمة الـ A، هذه قيمة الـ A. طيب شيلها وعوضها هنا. ايش بيساوي؟ بقول الـ FT، الـ FT راح تساوي لنا
تساوينا هاي شباب ال اف تي راح تساوينا ال ام هذه كم قيمتها؟ هاي شباب ال ام كم قيمتها؟ هاي اسلام يا هدى ال ام قيمتها كم؟ هاي ريان ال ام قيمتها كم؟ 50. طيب هذا هي ال 50 ضرب. نفتح القوس ال A هذه بنعوضها بهذا الكلام، تمام؟ ال A بشيلها وبحط هذا مكانها، فبيصير عندي ايش؟ ال B F قيمتها كم؟ قيمتها بثلاثة، صح؟ ال B F وين هي؟ هذه هي. احنا كاتبينها هنا فوق يا شباب، كاتبينها هنا فوق، تمام؟ كاتبينها هنا. قيمتها بكم؟ الثلاثة. ربعها كم تطلع بكم؟ بعد ما ربعها تطلع بتسعة، تمام؟ يا سلام عليكم. طيب اثنين هذه هي الاثنين. ضرب الدي اف عندي بكم؟ الدي اف كم قيمتها؟ ثلاثة، تمام؟ الدي اف ثلاثة. إذا أنا الآن انتهيت من ايش؟ انتهيت من الأي زائدا الجي، الجي كم قيمتها؟ 9 فاصلة كم؟ 8 من 10، 9 فاصلة 8 من 10. إذا الناتج النهائي الـ F T الناتج النهائي يا شباب كم بيطلع؟ طيب الناتج النهائي راح أكتبه هنا معذرة راح أكتبه هنا. الناتج النهائي F T كم بيساوي يا شباب؟ وراح يساوي لنا تقريبا زي ما كتب هدى 565، 500 كم؟ و65 نيوتن. اذا الرقم اللي طلع عندي قوة الشد هذه 565 هل هي اكبر من تحمل الحبل او اقل؟ الحبل يتحمل 525 واللي طلعناها احنا انه قوة الشد اللي موضوعة على الحبل حسب المعطيات 565. اذا الحبل اللي عندي هنا راح ينقطع او ما راح ينقطع؟ إذا الحبل اللي عندي رايح ينقطع، إذا الحبل اللي عندي رايح ماذا؟ رايح ينقطع عندي، ليش؟ لأن قوة الشد اللي موجودة عليه أكبر من تحمل الحبل، أكبر من تحمل الحبل. طبعا العمليات هذه كلها الآن خلاص احنا اللي انتم شايفينه المسألة كاملة هذه الآن تقاس في الصلب وفي الأسلاك الصلب، تمام؟ قوة تحملها وتؤخذ ديجيتال على طول، تمام؟ مجرد ما يحطون السلك المحاسي داخل الآلة يحسب العملية هذه كاملة. فإحنا هنا قوة تحمل الحبل 525 وطلعناه لما علقنا في الدمو هذا ب 565، معناته أنه أكبر من تحمل الحبل. إذا راح ينقطع ماذا؟ راح ينقطع الحبل. طيب جميل جدا. إذا الآن خلوني ننتقل من الشريحة هذه إلى الشريحة التالية. القوة العمودية. ما هي القوة العمودية؟ طبعا القوة العمودية في الأساس لا تظهر إلا بوجود ماذا؟ أشر إلا بوجود تلامس، تمام؟ لا تظهر القوة العمودية إلا بوجود تلامس. إذا هي قوة في الأساس قوة تلامس يؤثر بها سطح على جسم آخر. طيب تعالوا نشوفوا الكتاب اللي موجود أمامكم. الكتاب يتلامس مع ماذا؟ أشوف الكتاب يتلامس مع ماذا؟ مع الطاولة، صح؟ الكتاب يتلامس مع الطاولة. إذا الطاولة تؤثر بالكتاب وأيضا الكتاب يؤثر ماذا؟ في الطاولة. الكتاب يؤثر في الطاولة عن طريق ماذا؟ أشوف عن طريق وزن، صح؟ الكتاب راح يؤثر في الطاولة عن طريق الوزن، عن طريق ماذا؟ الوزن اللي هو هنا نسميها احنا اف ماذا؟ اف جي، تمام؟ بينما الطاوله تدفع الكتاب الى وين؟ الى الاعلى، تدفع الكتاب الى الاعلى بقوه ماذا؟ نسميها قوه الدفع اللي نسميها قبل كذا سميناها اف ماذا؟ ليست عندي شد يا امل، انا ما عندي شد هنا. انا عندي قوه دفع اف ام، تمام؟ الشد يا امل معناته ايش؟ اني اربط الكتاب بحبل او بخيط او امسكه بيدي واشيله الى فوق، فعندي قوه شد. لكن هو موضوع على الطاوله بدون ما ياثر عليها اي مؤثر خارجي، في الحاله هذه يا امل عندي قوه دفع فقط، عندي ماذا؟ عندي قوه دفع فقط. اذا قوه الدفع عندي هنا ايش؟
اتجاهها الى وين؟ اتجاهها الى الاعلى. الطاوله اللي امامك هذه تدفع الكتاب الى وين؟ الى الاعلى. وفي نفس الوقت الكتاب يؤثر على الطاوله الى وين؟ الى الاسفل. تمام؟ زي لما اكون اذا تذكرون انتم قوه الدفع هذه او قوه الممانعه، لما اضع مثلا خلاص الكتاب هذا او اضع كره داخل ايش؟ داخل دوره به ماء. المويه هذه راح تدفع ماذا؟ راح تدفع الكره الى وين؟ الى الاعلى، راح تحاول انها تمنعها، بينما الكره راح تنزل الى اسفل بفعل ماذا؟ اكبر، راح تنزل الى اسفل بفعل الجاذبيه، بفعل ماذا؟ الجاذبيه. اذا عندي هنا ايش؟ قوتين اف جي، وعندي قوه دفع الى الاعلى نسميها القوه العموديه بايش؟ فهذه نسميها اف ام. طيب ممتاز جدا. اذا الان خلاص عرفنا ان قوه الدفع العموديه دائما تكون عند السطح الاعلى، عند سطح الجسم او المؤثر يكون اتجاهه الى وين؟ الى الاعلى، بينما الجاذبيه الى الاسفل. طيب اكمل الفراغ بما يناسب. القوه العموديه اتجاهها دائما ها شباب الى وين؟ الى الاعلى. تمام، القوه العموديه اتجاهها دائما الى الاعلى. ممتاز ممتاز، لاعلى مستوى التلامس بين الجسمين. اذا الصندوق هذا خلاص عندي هنا قوه عموديه، عندي هنا قوه عموديه. طب تتوقع انا لما اكتب هنا القوه العموديه اتجاهها دائما لاعلى، عشان لاعلى مستوى التلامس بين الجسمين. طيب هذه مستوى التلامس، انتم شايفين مستوى التلامس وين يا شباب؟ مستوى التلامس هذا هو هنا. معناته القوة العمودية وين اتجاهها؟ اتجاهها الى وين؟ ما اجي احطها هنا، لا، اتجاهها راح يكون كذا، القوة العمودية في الاساس تمام؟ راح يكون اتجاهها من منطقة التلامس. مهم جدا هذا يا شباب تفهمون زين؟ راح يكون من هنا من منطقة التلامس ثم يطلع الى وين؟ يطلع الى الاعلى، يطلع الى الاعلى. من منطقة التلامس، بينما الوزن أو الجاذبية الأرضية راح يكون من هنا من مركز الجسم واتجاهه إلى وين؟ إلى الأسفل F G. إذا هنا عندي الـ F M هذه خلاص راح تكون من منطقة التلامس والطالع. عشان كذا قال إيش؟ قال القوة العمودية اتجاهها دائما لأعلى مستوى التلامس. الكلام هنا مهم يا شباب. لأعلى مستوى التلامس، تمام؟ إذا عندي هنا القوة العمودية تبدأ من منطقة التلامس حتى تتعدى الجسم فوق، تمام؟ للأعلى. بينما وتلاحظون الجاذبية إلى وين؟ إلى الأسفل، لكنها تبدأ من وين؟ من مركز الجسم أو من وزن الجسم، ويكون اتجاهها إلى الأسفل. طيب، انفهمت هذه النقطة يا شباب؟ انفهمت النقطة هذه؟ شباب أمل ممتاز هدى أحسنتي. طيب ممتاز جدا ممتاز. إذا لاحظوا أنه من منطقة التلامس تكون عندي القوة العمودية، بينما الجاذبية لا، يكون من مركز الجسم، من مركز الجسم. طيب جميل جدا. طيب الحالات التالية، وهذا يدخلنا أيضا في قانون نيوتن الثالث، إذا تذكرون لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له ماذا؟ في الاتجاه. طيب جميل جدا، يقول لك لكل من الحالات التاليه حدد الفعل ورد الفعل على الشكل، تمام؟ الفعل ورد الفعل. ها يا شباب، من يستطيع ان يساعدني هنا؟ في الصاروخ ما هو الفعل؟ ها؟ طيب انا بعطيك فرصه يا اسلام ثم عمل. القلم معك يا اسلام. في الرسمه الاولى الصاروخ هذا، حدد لي أين الفعل وأين رد الفعل؟ القلم معك يا إسلام. ها يا إسلام. ممتاز، هذا ما هو؟ اكتب عليه يا إسلام، اكتب الفعل واكتب مكان رد الفعل أو اتجاه رد الفعل. طيب جميل جدا، هذا ما هو؟ هذا الفعل او رد الفعل؟
إذا عندي الفعل اللي هو الغازات واحتراق الغازات راح يكون اندفاعه بشكل كبير جدا وقوي جدا للأسفل، رد الفعل راح يكون انطلاق الصاروخ إلى ماذا؟ إلى الأعلى. طيب الرسمة الثانية، هاي شباب هدى، معك القلم يا هدى، تفضل يا هدى. في الرسمة الثانية حددي الفعل ورد الفعل. طيب ممتاز. هذا ما هو رد الفعل او الفعل؟ هو الاسم. جميل. يا سلام عليك يا فندم، ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا يا فندم. إذا الفعل هنا هو ماذا؟ هو ضغط السباح هذا على ماذا؟ على عصا القفز هذه، ثم رد الفعل هو ماذا؟ هو انطلاق القافز أو السباح هذا إلى الأعلى. طيب الرسمة الثالثة، هاي شباب الرسمة اللي هنا، أمل. طيب القلم معك يا أمل، تفضل يا أمل، تفضل يا أمل. يا ريت نعجل شوية يا شباب. طيب ممتاز، هذا ما هو؟ ممتاز، هذا الفعل، أحسنتي، هذا هو الفعل. سمر حاولي تطلع وترجع مرة ثانية يا سمر. هذا الفعل ورد الفعل اللي هو ماذا؟ اللي هو حركة الرجل إلى وين؟ للوراء. طيب جميل جدا جميل جدا جميل جميل. لو تلاحظي انه ايضا رد الفعل راح يكون فين؟ في الراس هنا، بحيث انه ايش؟ القوتين اللي عندنا راح تكونان متعاكستين تماما تماما، ما هو راح يرجع في نفس القوه، لكن راح تؤثر ايضا في قبضه اللاعب نفسه، راح تؤثر في قبضه اللاعب، اللاعب راح يعطي الشخص الاخر بقبضته ضربه قويه، ولكن في نفس الوقت وجه اللاعب الثاني راح يؤثر ماذا؟ في قبضه اللاعب، فيكون عندي فعل خلاص اللي هو الضرب، ورد الفعل راح يكون من وجه مين؟ من وجه اللاعب لكن باتجاه الاخر، وهذه تعتبر من الرسمات اللي جدا ذكيه جدا صراحه، والواحد ينخدع فيها بسهوله لكنها صحيحه. طيب الرسمه الثالثه يا شباب، في الرسمه الثالثه من يستطيع؟ ها شباب في الرسمه الثالثه الفعل ورد الفعل، نريد شيء سريع. طيب غير امل، فيه ريان معنا يا ريان؟ طيب عموما عموما امل الله يكتب اجرك. طبعا هنا الفعل وهو ضغط الشخص هذا على الجدار باصبعه، وفي نفس الوقت رد الفعل راح يكون من وين؟ من الجدار على الاصبع، راح تكونان متساويتين في المقدار متعاكستين في ماذا؟ في الاتجاه. طيب وبالنسبه لقدم اللاعب هذا راح يكون الفعل هو ضرب اللاعب للارض بقدمه، تمام؟ بينما الارض راح ترجع نفس الضربه للاعب في الاتجاه ماذا؟ في الاتجاه المعاكس. اذا عندي هذا هو الفعل، واللي بالاحمر هذا هو رد ماذا؟ رد الفعل. هذا اللي بالازرق هو الفعل، والاحمر هنا هو رد ماذا؟ رد الفعل. جميل جدا. طيب اذا في هذا الدرس اخذنا اليوم قوى الشد في الحبال والخيوط والقوى العموديه، اخذنا فيهم في هذا اليوم قوى الشد في الحبل او الخيط، وعرفناها بانه قوى الشد دائما تكون اتجاهها الى الاعلى او ممكن يكون الى الاسفل زي ما شفنا الحبل المقطوع قبل شوي او شبه المقطوع، ثم تكلمنا عن القوه العموديه، ثم تكلمنا عن القوه العموديه وعرفنا ان القوه العموديه
الفوقية تنطلق من منطقة التلامس إلى ماذا؟ إلى الأعلى. تمام؟ القوة العمودية تنطلق من منطقة التلامس إلى الأعلى، وهي تختلف القوة العمودية عن قوة الشد، بينما قوة الجاذبية فهي تنطلق من مركز الجسم إلى سطح الأرض أو باتجاه الأرض. إذا هذا هو درسنا لهذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح. وطبعا لمن أراد أن يستزيد المعلومات، هذه المراجع التي لدينا. Oh.